أزمة عادي يعني. أزمة نقيب الصحفيين طبعا، والحكم اللي صدر بشأنه واثنين من أعضاء مجلس النقابة كانت أزمة مهمة جدا في الأسبوع اللي فات. الحقيقة أن الحكم برغم أنه هو حكم في المرحلة الأولى أو في الدرجة الأولى، إلا أنه أثار سؤال مهم جدا، هل كان الحكم ده يمكن تفاديه ويمكن أن احنا يعني نصل إلى مرحلة نحل المشكلة قبل أن تصل إلى القضاء؟ أنا أظن أن الحكم ده كاشف بالنسبة لي أنا شخصيا عن غياب عقل سياسي، مستشارين اقتصاديين سياسيين ممكن أن هم يديروا الأزمات قبل أن تصل إلى طريق القضاء اللي هو طريق مسدود ما بنعرفش إن إحنا نتصرف فيه. وده الحقيقة في قضايا كتيرة جدا على طول نروح للنيابة، وبما إننا دخلنا النيابة الموضوع بينتهي بحكم قضاء، والقاضي بيحكم بما لديه من أوراق. إحنا هنا مش عايزين نقول خالص إنه الصحفيين على راسهم ريشة، أنا غير مقتنع بهذا الموضوع، ولا على راسهم ريشة ولا على راسنا ريشة. القضية قضية خلافية، هل كانوا بيتستروا على ناس عليهم حكم قضائي ولا ما عليهمش؟ على فكرة الاتنين اللي عليهم المشكلة، واحد طلع براءة والتاني أخلى سبيله، فما بقاش في قضية أساسا. لكن الحقيقة إن احنا النتيجة ايه؟ النتيجة ان مصر بتحبس نقيب صحفييها، النتيجة ان صورتنا بقت سيئة جدا في الخارج، ومحدش يقولي مش مهمة صورتنا في الخارج، لا مهمة صورتنا في الخارج. احنا باليمين بنفرج عن الشباب وبالشمال بنحبس نقيب الصحفيين، مفيش اتساق في الفكر السياسي، ومين اللي هيدفع الثمن؟ النظام والدولة. حطي بقى قصادها في الناحية التانية انه سلوك نقابة الصحفيين في والتي اشرف بعضويتها طبعا في هذه الأزمة كمان كان صدامي، كان بيدور على مواجهة. رقم واحد قانونا الجزئية بتاعت ان هم الشخصين اللي كانوا مطلوبين في هذا التوقيت دلوقتي لم يعودوا مطلوبين، لحظتها كانوا مطلوبين بامر من النيابة، ملوش علاقة يعني. ملوش علاقة تمام، فجريمة قائمة حتى لو موضوع هذه الجريمة اتغير. الرقم اتنين في العقل الحكم عنوان الحقيقة، اذا كانت محكمة قررت كذا دلوقتي في الوقت الحالي فهذه هي الحقيقة. يعني على فكرة انا ما بتكلمش على الحكم تاني. انا ما بتكلم بس عشان اوضح، انا ما بتكلمش عن الحكم، انا بتكلم عن ما يسبق الدخول. بعض الاحيان يحتاج الامر الى حصافة، لازم تبقى اكثر ذكاء من انك تفجر ازمة. من الذي يطالب بهذه الحصافة؟ الدولة منفردة ولا كمان نقابة الصحفيين كان ممكن تبقى؟ حتى لو كانت نقابة الصحفيين كانت محتاجة يعني حصافة، حتى لو كان سلوك النقابة غلط، النقابة كان في مشكلة أكثر ذكاء لأن الدولة، معلش بس الدولة التي تهادن السلفيين تقدر تهادن الصحفيين. بالظبط. و2009 حصل مشكلة في عهد مكرم محمد أحمد، فأنا بنقول إن اللي خلاها بتهادن السلفيين لا تهادن الصحفيين. بالظبط. يعني وهي الدولة بتهادن السلفيين؟ بتهادن. طيب والمفروض تهدي حد فينا عنده عدد في شك ان السلفيين الدولة مولعين الدنيا وهم مش عايزين يفتحوا جبهه؟ طبعا. وفكره الثوره على الخطاب الديني دي مش بتتحقق نتيجه ايه؟ نتيجه التيار السلفي المتحكم في كل الناس. الدوله في الكامل ما عندهاش رغبه انها تخش صراعات، يبقى كان لازم الموضوع يتحل قبل ما نبدا المشكله. اذا كان هم الصحفيين نفسهم هم اللي صعبوا، لا يعني بعض اعضاء مجلس النقابه اللي قاله دكتور مدحت مهم في القصه دي، انه لازم يكون في حصافه في قضايا، في لازم يكون في حصافه في التعامل. الحصافه في الاضافه انه مطلوب ده من الجميع، مطلوب من طبعا الجميع. ما بنقولش حاجه، لكن مش كل حاجه صدمات، مش كل حاجه بطوله. استاذ عفاف، هل انا يعني جزء من اسباب حدوث الثورة 25 يناير التدخل الأمني في كل شيء؟ طبعا. فيجب أن تكون تتعلم من التجربة. سيبنا اتكلم بقى، أنا باجي كل أربع سنين. لازم يا عفاف هاني، بصي لازم. حلو هاني دي، صح؟ حلو، عجبتني قوي الصراحة. خلونا نحيي الله. لازم نتعلم من أخطاء الماضي، لازم نتعلم. أولا أنت بتعملي أوفرلود على الأمن، هو مش او عنده 100 حاجه، عنده ناس بتسرق وناس بتقتل وهيحصل من يا عم. خليك في دول، مش الصحفيين اللي هيعملوا لك المشكله. خلي راجل اكثر عقلا واتزانا يروح يقعد مع رقيب الصحفيين ويحلوا الموضوع في ساعه،
بدون كل الدوشه اللي احنا عملناها دي وبدون كل وبدون ما الناس بره تقول لك ده بحرام. هو المشكله مش في نقيب الصحفيين، المشكله في اللي حواليه النقيب الصحفي ولا اللي حواليه وبيصعبوا وبيشعلوا. ثانيه واحده، ثانيه واحده، النقطه دي النقطه دي فيها كلام كويس. المجلس جواه ناس اي مكان، لا اي مكان، العقل السياسي يجب ان يدير هذه الدوله بالظبط. لما يبقوا النقابه فيها ناس عاملين مناضلين على حساب النقابه، لا بقى ثواني، انا قلت الكلام ده الاسبوع اللي فات ومصر عليه، ان جزء من سبب الازمات في موضوع نقيب الصحفيين، في موضوع المنع من السفر، في كل في التظاهر، في ان الناس بتخرج، غياب العقل السياسي. احنا محتاجين حد يفكر، بيعمل موائمات سياسيه، مش هينفع الامور تدار بشكل امني. شيل القضيه الامنيه دي، سيب الامن للي محتاج امنه.